فريال، وين كنتي؟ من الصبح مو مبينة. إجا إبراهيم باشا، أعطيته شوية معلومات عن الحرم لك. أمتى إجا؟ من شوي إجا. عشو مبسوطة؟ وليش ما أكون مبسوطة؟ ما شفتي شو صار فينا بغيابه؟ الله يديمه ويديم مولاي السلطان سليمان فوق راسنا. آمين. منيح إنه إجا. خديجة وضع مو منيح. انسي، ما لقيته. فتشت كل الأغراض وما كنت لاقي. إذا ما لقيتي ما بتكوني مضيعتي هون. انزلي اسألي لي الجواري، بلكي في شي وحدة أخذته. الجواري مستحيل ياخدوه، مين بدها تتجرأ؟ عايشة وقدروا يموتوها، شلون ما رح يتجرأوا علي؟ شوفي شلونك هيا؟ في شي سلطانة؟ هيام، أنا هون مشان مصطفى قال لي إنه أنت حميتي، ومشان هيك بدي أتشكرك. ما عملت غير واجبي، ما في داعي تتشكريني. الله يحمينا ويحفظ لنا إياهم. آمين. لساته هذا الجناح لإلك؟ الأولاد والجواري عم يضلوا هون، وأنا عم روح عجناح السلطانة خديجة مع مولاي. شو هو يام، لقيتي خاتمك ولا لسه؟ لا، لسه ما لقيته. متأكدة إنه بشي مكان، ولأنه هالخاتم روحي فاللي أخده أكيد رح يتأذى. طيب مدامه هو روحك كنتي لا توقعي، أحسن ما يدوسولك عليها. مولاي ناطرني اليوم، عن إذنك بدي روح لعنده. ابقي زوريني بالتراس، نقعد سوا ونشرب عصير. شو صار؟ ليش اجت لعندك؟ هي اخذته. لمين؟ خاتم الزمرد. لا مو معقول، لا تفكري هيك، لا مستحيل. طولي بالك، بكره رح اثبت لك انه هي اللي اخذته.